نلتحق في المتابعة على موجة ذات ديوان اف ام. مازلنا موصلين معكم بقية أخبارنا فقراتنا مواضيعنا لليوم، وبعد شوية باش نحكي على الماء. آخر تقرير للمرصد التونسي للمياه اللي يحكي على عدد التبليغات اللي جات من المواطنين خلال شهر جويليا واللي متعلقة بالحق في الحصول على المياه. بعد شوية باش نحكيو على التفاصيل والمعطيات، ولكن قبل هذا نعود نذكر انه موضوعنا لليوم باش يكون التونسي والفريب. هل انه الفريب مازال في متناول التونسي والا لا مع وجود السولد؟ هل انه التونسي يخير يشري وقت السولد والا يفضل الفريب ويعتبر ربما انه يتناسب اكثر مع ميزانيته؟ دونك هذا موضوعنا لليوم. في منك نسمع اخر الساعتين، نستقبلوا تليفوناتكم في المباشر، تتصلوا بنا على الرقم 31 328 330 والا على الرقم 31 328 328، ونستقبلوا تليفوناتكم تدخلوا معنا في المباشر، توصلوا صوتكم وتفاعلاتكم كالعاده. ديوان اف ام صوتكم مباشره. نمشي للفقره المواليه، ايكو ماج. ايكو ماج، كما كنت نحكي لكم، المرصد التونسي للمياه يكشف عن تلقي 598 تبليغ من المواطنين خلال شهر جويليا 2024 بشأن الحق في الحصول على المياه. المعطيات هذه اللي كان نشرها البارح ويحكي على التبليغات، يقول شملت 510 انقطاع غير معلن وتضطراب في توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية التونسية. نفهموا أكثر الموضوع وناخذوا أكثر تفاصيل ومعطيات. حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف حسين الرحيلي خبير في التنمية والموارد المائية بالمرصد التونسي للمياه. سي حسين أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا، تحية ليك للمستمعات ومستمعي ديوان اف ام. مرحبا بك سي حسين الرحيلي. وقت نقولوا 598 تبليغ من المواطنين خلال شهر جويليا، الرقم هذا اللي خرج من المرصد التونسي للمياه، الرقم هذا كيفاش نجموا نقراوه؟ كيفاش نجموا نحلوه سي حسين؟ الرقم هذا كبير برشا بالمقارنة مع الأرقام تاع التبليغات اللي في جويليا 2023 ولا جويليا 2022. السنة رقم قياسي، معناها يدل على أنه هنالك عدد كبير من الانقطاعات، طبعا كبرت الانقطاعات ارتفع، وهذا ما نجم نفهموه نظرا لارتفاع كبير للطلب على الماء، ارتفاع درجات الحرارة، تقادم الشبكات، عدم توفر الإمكانيات اللازمة للشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه للتدخل أو لبرمجة أو للقيام بإعداد برنامج معناها مريح شوية للتدخلات. كذلك اليوم نحسوا أنه النقص في كميات المياه المخزنة خاصة بالسدود، وهذا الانقطاعات على الأقل إذا كان ناخذه بالجهات نلقوا أنه الجهات على الأقل اللي فيها برشا انقطاعات خلال شهر جويليا، نلقوا جهات دخلت حديثا لم تكن قبل موجودة، الجهات هذه في خارطة العطش اللي كانت مسيطر عليها دابسة، القطرين، سيدي بوزيد، القيروان، اليوم نلقوا سوسة، نلقوا المستير، نلقوا المهدية، نلقوا نابل، نلقوا معناها تونس العاصمة، وبالتالي فإن دائرة العطش تتوسع وعدد الانقطاعات يرتفع ويتوسع معناها جغرافيا، وهذا دليل واضح على أنه فعلا نعيش هيكل أزمة هيكلية في الماء، نعيش شح مائي، ولعل أنه نسبة امتلاء السدود بتاريخ 1 أوت 25.8% 600 مليون متر مكعب فقط من المياه المخزنة في السدود، هذا يدل على أنه تراجعت كمية سدودنا بشكل كبير، معناها نسبة امتلائها تقريبا الربع، وهذا يا شيء معناها ما يطمنش. نأمل أنه الأحوال الجوية تكون منصفة معنا في المستقبل، وعلى الأقل جينا أمطار، على الأقل غسالة النوادة تحاول تنقص شوية من هذا النقص في المياه، ولكن العملية تقعد ديما مقلقة، والانقطاعات الغير معلنة عددها كبير برشا بالمقارنة بالعدد 510 غير معلن. شو معناها؟ معناها هذه أعصاب معناها فجئية، أعصاب سواء في محطات الضخ أو أعصاب على مستوى انقطاع التيار الكهربائي أو أعصاب على مستوى القنوات هذه اللي نحن قلنا منذ زمان، من سنوات قلنا راو الاستثمار في البنى التحتية نتاع مياه الشرب مهم جدا، راو يربحنا، نقصوا في الانقطاعات، نجم نحسنوا نوعية المياه اللي تخرج معناها من محطات المعالجة، وكذلك رانا النقص من الأعصاب والنقص من هدر الماء. يلزم اليوم السياسة العمومية تتبدل والمقاربات تتبدل والسيستم الكل حول المجال المائي يتبدل، خاصة في مجال مياه الشرب، لأن مياه الشرب راهي مهمة جدا وذات أولوية مطلقة، خاصة في ظروف
معناها ارتفاع درجات الحراره، ارتفاع درجات الحراره ما عادش مربوط بشويه وقود فقط. اليوم نحن نعيشوا على مظهر القصوي للتحولات المناخيه. نحن في مارس شفنا الشيء دي، معناها في اواخر مارس شفنا ارتفاع كبير درجات الحراره. اذا درجات الحراره ما عادش مربوطه بالفصل ولا مربوطه تقريبا على امتداد السنه، وهذه هي المظاهر القصوي للتحولات المناخيه. وذاك علاش الماء يبقى لنا مشكل حيوي وماده حيويه للحياه. شكرا لك حسين الرحيلي الخبير في التنمية والموارد المائية بالمرصد التونسي للمياه على التدخل معنا. دونك ذكر بالأرقام اللي كان تقدم بهم المرصد التونسي للمياه اللي كشف عن تلقي 598 تبليغ من المواطنين خلال شهر جويلية 2024 بشأن الحق في الحصول على المياه. يقول أن التبليغات شملت 510 انقطاع غير معلن واضطراب في توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية التونسية. يأكد أيضا المرصد التونسي للمياه عن تصدر ولاية سوسة خريطة العطش وغيره. دونك يحكي أيضا المرصد على تلقي 26 بلاغ من المواطنين اللي تتصل بتحركات احتجاجية للتعبير عن رفضهم لمشاكل المياه ونقصها. دونك هذه أبرز الأرقام اللي تقدم بها المرصد التونسي للمياه. ومعها نسكروا فقرة إيكوماك. إيكوماك. احنا نخرجوا فاصل نسمع مرة أخرى موسيقى مزيانة مع زميلتنا نادية بالحاج، ولكن نذكر بموضوعنا لليوم التونسي والفريب، لأنه الفريب مازال في متناول التونسي وإلا لا. بعد شوية نستقبلوا تليفوناتكم تدخلوا معنا في المباشر، وأنا متأكدة أنه برشا قاعدين يطلبوا فينا طوى وعندهم ما يحكي وما يقولوا في الموضوع هذية. فصل موسيقى ورجعين. في هنا تونس وما يفوتك شيء فيه منك نس